تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الموجودين صغار وكبار، أهلا وسهلا مرحبا بكم داخل وخارج الوطن الكريم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. ومن البداية كلامنا مختصر شديد يا جماعة، كلامنا مختصر شديد، وكثروا معانا المشاركات من البداية. مجاهد الفاضل مرحب بك، يعود إلى الصدارة من جديد، مرحب بك. أهلا إسماعيل، أهلا عوض، وحسين وعبد الرحمن، كذلك سعيد حسين ودوغا ومسار حسين وهلال، كذلك أيضا جمال الكردفة. مرحب جمال، كيفك؟ مرتضى الشوين، آدم أبكر، مرحب بكم، مرحب بكم شديد يا جماعة. زي ما قلت لكم ما داير أطول في اللايف وما دايرين نشبك الناس جوطة كثيرة، في رسائل معينة دايرين نوصلها من خلال البث المباشر. المشكلة اللي بقت تلازمنا دائما في الصفحة هنا دائما اللي هي البلاغات الكثيرة وتعطيل الصفحة، لدرجة انه بقت ما بتدي اشعارات للناس لما يكون في لايف شغال، فالكلام ده قاعد يعني يمنع كثير من الناس انهم يتابعوا اللايف، وبيمنعنا من انه نستفيد من ارائهم وتعليقاتهم وكده. فبالتالي رجاء الصوت عندكم واضح تماما، يا ريت كلمونا طوالي، قول لنا الصوت واضح، وابدوا معانا في المشاركات الثقيله وكذلك الملصقات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اولا اول حاجه نترحم، يعني نسال الله سبحانه وتعالى، نسال الله العلي القدير ان يتقبل من سقط او من استشهد. هنالك معلومات مزعجه من ولايه غرب دارفور الجنينه تحديدا، بان هنالك اشتباك طاحن. المعلومات حتى الان من مصادر وكذلك من بعض شهود العيان يتحدثون عن اسلحه ثقيله واسلحه خفيفه استخدمت، الصراع قبلي، الجميع ينذرون بالكارثه لو لم تتدخل الحكومه، كويس، لو لم تتدخل الحكومه. وانا دائما يعني في كلمه قاعد اقولها بتذكرها دائما، انه يا اخي انت وقت ما قادر تتولى المسؤوليه اللي بقاعدك فيها شنو؟ خلاص يعني الليله حمدوك، هسه الحدث ده لو كان في الخرطوم كان يعرف قبل اسبوع، خلاص الليله لو كان الحدث ده ناس قالوا مارقين ماشيين القياده كان مرقوا لهم 12 دبابه وقت ده، خلاص. لكن لما المواطن ده دمه يتسفح، ولا المواطن ده دمه شفت يسيل على الارض، لا في زول شغال بالموضوع ولا في مسؤول بيجيك. هسه عليك لما بتخجلوا كان برهان كان حميتي دبابير ماليه كتافينكم وقاعدين في اعلى سده السلطه، خلاص. وبعد ده كله المواطن بيموت وانتوا بتشوفوا فيه، خلاص، وتجوا تطلع بالتلفزيون والله يعني احنا واقفين على امر المواطن. وين امر المواطن هنا؟ وين انت عسكري شغلك شنو انت؟ وين البرهان ما بيامر بانه يصنع الان القوات من البدايه؟ البوادر بتاعت الصناعة واضحه، تدخل دبابات، تدخل حياة، تحجز بين الناس ديل، اولا تحجز بين الناس، حتى بعد ذاك اقبض المتفلتين، اقبض النوع المتحمس شديد، داري يقتل، داري يسوي، سريع تحفظيا، افتح البلاغات، شوف الحاصل شنو. الكلام ده خطير جدا، البلد دي ممكن كل يوم على الله داخله في حرب جديده، خلاص. الحكومه ضعيفه وحزبيه وما شغاله اصلا بالهامش بتاع السودان، والله العظيم كتاب الله الكريم، بكره توقع والله في ربك يشيلوا سلاح يطلعوا تمرد، بكره توقع اقسم بالله في عقبر بكره الناس تشيل السلاح، بكره توقع في اي منطقه شفتها في السودان ده بعد دي توقعها، لانه ما في تدخل ولا الحكومه بتكون واقفه في الامر ولا بتكون شغاله به، كويس. دي احداث الجنينه الان، كويس، احداث الجنينه بتتحدث عن انه في ناس استشهدوا، وللان المعلومات ما متوفره، لكن بعض شهود العيان اكدوا استشهاد بعض الناس، اكدوا اصابات كثيره، والحال خطير جدا، وفي حشد من كل قبيله. الصراع تذكروا الحاصل شهر 12 الفات تقريبا، كويس، الصراعات المتجدده الحاصله، ده الحاصل الان في البلد، كويس، ده الحاصل الان في البلد على القوات المسلحه، قياده القوات المسلحه، قوات الدعم السريع، قوات الشرطه، قوات الامن، كويس، اسرعوا الحقوا الامر ده، الكلام ده في ذمتكم انتوا وفي ذمتك انت يا حمدوك وفي ذمه المدنيين اللي قاعدين في السلطه، كان التعايشي، كان الفكي، كان منو، كان منو، كان منو، فين ده؟ ده كلكم مسؤوليه الناس اللي بتموت دي، ربنا ما بيعفيكم منها، ده لعيب منكم ساكت، كان انتوا كان حميتي، كان برهان، ده لعيب منكم ساكت وعدم انضباط بالمسؤوليه اللي اداكم لها الشعب السوداني. تاني نهائيا يا حميتي ما تطلع في التلفزيون تقول انا واقف مع المواطنين، اوعى تاني تقول كلام زي ده، نهائي، خلاص.
ثاني ما تقول كلام زي ده، لانه انت الان بقيت جزء من المشكله برضه هناك بشكل كبير، وبتشوف الناس بيموتوا ما بتتدخل، ما بتقول احيز بيناتهم. وانت يا البرهان الثاني كويس، انت زول رئيس المجلس السيادي، انت زول القائد العام للقوات المسلحه، كويس المفترض تستحي شويه في المسائل دي، المفترض تعاين انه المواطن ده الروح اللي بتمر دي ربنا بيسالك عليها. ولا يا جماعه كمان يعني انا ما عارف، المهم انا اديت الخبر وما داير اعلق اكثر من كده، سوى انه نترحم على الناس ونسال الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل الجرحى. لكن المساله كونها تتحول لحرب باسلحه تستخدم فيها اسلحه ثقيله، ده ما امر بتاع هزار، ده ما امر بتاع ضحك، خلاص الامر ده داير حسم سريع وداير انه محاسبه المقصرين. لكن لما الليله الزول اللي بيقتل ده والزول بيجي بحارب، لما ما في زول يساله وبكره ما في زول يساله، ما بعد شيء انت حتخلي ده يقتل يوم الدين، وحتخلي بعد شويه الولايات دي كلها تتمرد خلاص بالطريقه دي. ما كم مره ناس الشماليه وناس النيل الابيض والجزيره بيقولوا ظلمتنا الطبيعه، لو كنا عندنا جبال وعندنا كهوف وعندنا ديان كنا والله تمردنا عليه من زمان. كان في ما الظلم لاحق اي زول، كمان الظلم لاحق اي زول. فاتحركوا، ده واجبكم انت كبرهان وحميدتي وكباشي وكلكم، ده واجبكم انتوا، المفترض تخجلوا، المفترض تشعروا، المفترض الدم يجري في عروقكم شويه، تشعروا انه دي رعيتكم، رب العالمين اللي بيسالكم منهم، رب العالمين فوق سبع سنوات بيسالكم من الدماء الان اللي قاعد تنزف دي، خلاص؟ المدنيين في مجلس السياده قاعدين عباره عن صور كويس للعساكر بيحترموكم ولا بغيموكم، عشان كده انا وجهت خطابي اكثر للعساكر، فهمت؟ اللي عندهم الان سلطه يتحركوا وما دارين يتحركوا، انتوا كمدنيين قاعدين تسووا شنو؟ ليه تفقدوا القيمه بتاعتكم؟ اجابكم ليها الشعب؟ او مع انه انت جابتكم الاحزاب، المفترض تقعدوا تصدروا او تتكلموا اللي هو اجتماع، كويس؟ تجتمع مع الناس ديل بصوره عاجله، اجتمع مجلس الوزراء واعلن تضامنه مع المراهقه سياسيا ولا البوشي الوزيره، فهمت؟ يتضامن معاه. لكن هنا لما تحصل الاحداث ولما الارواح تصعد لربها اختفاء تام، اختفاء، ولا جاك بعد الحدث ب 100 ساعه خلاص زي بيان تجمع المهنيين، يكون ما منه اي فائده ثانيه، فهمت؟ الكلام ده خطير. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه يا جماعه، الموضوع لم يسنى جايه في النهايه، عشان كده قاعد اختصر في المواضيع بسرعه. الموضوع الثاني يا جماعه، اخوانكم العالقين ما زالوا يعانوا معاناه شديده جدا، والناس اللي وصلت المعبر بتاع ارجين بيوجهوا رساله لكل الشعب السوداني انه يتضامن معاهم باسرع فرصه الان. الناس وصلوا مرحله تجيبوا لهم تناكر المويه، كويس التنكر، كويس عشان ما بشبع الناس، ما بيروي الناس، كويس التنكر بينتهي، زول بيصل مرحله بيكون قاعد في خلا، ما في زول بيتعامل معاه ولا من الحدود لا غيره، جاي راجع وطنه بيقول له والله قالوا بس اوامر انه انتم يا اخي يعني نهائيا ما عندكم امر بتاع دخول والمفترض ما تدخلوا وكده. وين المدنيين والعساكر؟ وين بيلقوهم 200 ديل؟ هم لما البشر محتاج لهم، لما المواطن محتاج لهم، خلاص ما بيلقاهم. لكن ان شاء الله ان شاء الله قول ماشي القياده العامه عشان تشوف الحشد، خلاص وتشوف يجيبوا لك القوه، خلاص ويستعلوا في الارض، ده في الحاجات اللي بتهمهم في مصالحهم الذاتيه. امشي افتحوا فيني بلاغ، امشي افتحوا فهمت؟ انتوا قاعدين بتخوفونا يعني بموضوع البلاغات وما البلاغات وشنو؟ كان من خاف من عهد البشير؟ على الاقل كان عنده جيش وامن وشرطه ودعم، خلاص ما زيكم انتوا الان، اي قوه فيكم الان متناحره، فهمت؟ لانه البشير كان خايف لو تناحرت القوه دي وخلاص يمشي الشارع، كويس؟ فالمهم الكلام ده ما مخوفنا حته بلاغات وغيره، وبنقول كلمه الحق، كويس؟ وربنا الحافظ وربنا المقدر. طيب الان العالقين بيستنجدوا بيكم، الان العالقين بينادوكم يا اخواننا، كويس بينادوكم، يا ريت الناس تتضامن معاهم. لو اعتمدتوا على النشطاء الحريه والتغيير والنشطاء الشيوعي ديال اليوم الدين ما بيتضامنوا مع قضيه الا بتخدم مصالحهم، بيتضامنوا مع لدن بيتهم اللي بتنبذ وتصف القوات النظاميه بانهم ابناء غير شرعيين، بيتضامنوا معاه وبغشوك بيخلوك تتضامن، في نفس الوقت ما بيتضامنوا لك الان مع الحدث الحاصل، فهمت؟ ولا عندهم دخل بالكلام ده، لكن ممكن يهتموا لك والله بقلبه بتاعت ايس كريم اكثر مما انه يهتموا لك بارواح الناس. كويس انا والله لا خايف، لا بقول كلامي واضح، كويس ما في حاجه. الناس دي معانين، كويس. والليله قالوا انه شافوا في حشود امنيه كترت حواليهم، انا متواصل مع عدد منهم، كويس، من الشباب بيتحدثوا عن حشود امنيه، لانه بعد ده قد تفضهم القوات الموجوده، غادي يقول لهم يا اخواننا ما تشكلوا لنا اي تجمعات هنا وراجعوا الامر ده. وسفيرنا ما شاء الله تبارك الله اعزه الله امير المؤمنين، السفير بتاعنا السوداني قاعد هناك، لا دم لا احساس لا شعور لا احترام للمسؤوليه ولا قيام بالواجب بتاعه،
قاعد وبيتفرج، قاعد وبيتفرج. لو كانوا ديل اولاد وقفوا الوقفه دي كان قاعد يتفرج، لو كان ديل اهل ولا اخوانه ولا اصدقائه ولا ناس حلته كان وقف يتفرج. لمتين احنا حنقعد نعاني كده؟ لمتين لا وزير يشيل المسؤوليه صح، لا في زول يقيف من الصدق والضمير الداخلي خلاص، لا كده بس اللهم يتفرجوا في الناس بيعانوا ويسببوا لهم المأساة والوضع يستمر كده كويس. أخوانكم منتظرينكم العالقين الآن، وبرجو دعواتكم ووقفتكم معاهم، ومنتظرين إنه يكون في تحرك عاجل حكومي، رغم إنهم قنعوا قنع شديد جدا ما في يعني وجيع عليهم للأسف من المسؤولين الحكوميين. النقطة الثانية، الليلة اليوم ده يا أخواننا، النقطة الثالثة، الليلة اليوم ده بيصادف 19 يوليو 2020، واعتقد البعض يعرفني داير اقول شنو كويس، او الكثير يعرفني داير اقول شنو. الليله اليوم ده يوم بيصادف ذكرى فاجعه، جريمه ارتكبت وقبلها جرائم، 1971 انقلاب هاشم العطا، الرائد هاشم العطا والمقدم بابكر النور والرائد فاروق حمد ملا ومعهم مجموعة من الضباط هؤلاء الأشهر والمعروفين كويس، الانقلاب على جعفر محمد نميري. وقبل اليوم اتكلمنا قلنا نميري، عشان تعرف الشيوعيين للآن شغالين، الشيوعيين جابوا نميري السلطة وساعدوه، لما وصل السلطة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي طلعت بيان قالت الزول ده ما شيوعي، الزول ده هو ضابط قومي عربي. انتوا عارفين انه ضابط قومي عربي، معروف انه نميري بانتمائه القومي العربي، انتوا دعمتوه. طيب ده بوريك انهم بيرموك في العاجل بيخلوك تتورط، خلوا الديل يوقع الوثيقة الدستورية وودوا زول شيوعي احمد ربيع قال لي وقع، قال لك ما عندنا علاقة بالموضوع ده، ده ديدنهم كده ليهم الدين كويس. طيب الانقلاب ده حصل في التاريخ السوداني، كان حاجة مؤلمة جدا، كان حاجة فاجعة، حدثت قبلها حادثة تاريخية فظيعة جدا. شوف لاحظ الكلام ده ويتذكروا، لما تتذكروا قلنا طرد الحزب الشيوعي 65 من البرلمان كويس، ومنعه تاني من الظهور وكلام كثير، وانه اسماعيل الازهري رئيس وزراء السودان الوقت ذاك ايد القرار واشتغل على انه الحزب الشيوعي يبتعد كويس، وبحادثة كانت. المهم ده ما وقت السياده اللي نفصل فيها، لكن ما يهمنا الجمهور مشى او الناس مشت حاصرت بيت اسماعيل الازهري كويس، وبيجوا يهتفوا انه الشيوعيين دول تاني الناس ما تقدر تتعامل معاهم، فاسماعيل الازهري وعدهم، ودي غلطه منه هنا كويس، وعدهم بانه يتحلوا كده وكده، فبقت الجماهير الشيوعيه مرقت الشارع وبتهتف ابو الزهور خرج الدستور، كانوا بيقولوا لاسماعيل الازهري ابو الزهور، فكانوا بيقولوا ابو الزهور خرج الدستور وشالوا عليه. لما نميري عمل الانقلاب بتاع 69 انقلاب مايو، في حاجة غريبة، الانقلاب كل الناس المسيطرين كانوا الوقت ذاك هم شيوعيين، حتى جو الجيش كويس. حصل الانقلاب وتم اعتقال اسماعيل الازهري واعتقال محمد احمد المحجوب ومجموعة كبيرة من الحكومة اللي اسقطت بالانقلاب، وعاملوا اسماعيل الازهري معاملة فجة، معاملة ما في بني آدم يعني ممكن يفكر يزيبها بني آدم، ووصلوا مرحلة آخر لحظات إسماعيل الأزهري، آخر لحظات إسماعيل الأزهري مات يقال بمشكلة النفس كويس، اللي هو عنده تقريبا أزمة، فالضايق تتخيل الشيوعيين الموزعين جوسجين كوبر سحبوا الأنابيب الغاز. القصة دي بالمناسبة انت قد تكون أول مرة تسمعها، الوسط السياسي ده كله عارف بالمناسبة، فهمت؟ والشيوعيين ذاتهم ما قدروا ذاتهم يبرروا الحتة دي، ما هم اللي في السلطة، إسماعيل الأزهري سحبوها منه لغاية ما مات سنة 69 كويس، وفي التلفزيون قالوا كلمة صغيرة انتقل إلى رحمة مولاه الأستاذ إسماعيل الأزهري، انتهى الكلام خلاص، ما في ذاته لا جنازة رسمية لا بتاع، ما دارين يجوا تخيل كويس، ده واحد لانه مات جوا هناك في المعتقل كويس. وصلت المساله دي حد صعب جدا، ده تشفي وانتقام غريب عن القيم بتاعتنا السودانيه كويس وكده. لما وصل نميري السلطه ومات اسماعيل الازهري، مرروا لنميري كلمه يقولها في البيان في التلفزيون وهو بيتكلم، فمن ضمن الكلام قال سنتلو جرائم اسماعيل الازهري على قبره كويس. شوف يعني المكنون في النفوس السيء اللي هؤلاء الناس بيتعاملوا به كويس. طيب ده تاريخ سهل تلقاه يعني ما صعب.
دي نقطة. جاي انقلاب 71، نميري شافوا مرق من الخط، شافوا نميري مزول اللي جابوه قبيل عشان يخدم المخطط الشيوعي ويشتغل الشغل الاشتراكي، كلام كثير. بيجوا ضده. كويس؟ حاولوا يعملوا الانقلاب. والناس ديل جايين من اوروبا وديل في الجوبة بكير النور. الغريبة فاروق ابو عيسى الله يرحمه قال انا كنت معاهم في الطيارة. وقال الغريبة ما شافوني بس ما سألوني. قلت والله ربنا سترك، بس يعني ده اعتقال مؤكد او ميته مؤكده. فقال هم جايين بالطياره اللي هو تم انزالهم من قبل القذافي في الجو تقريبا، اعترضهم بمقاتلتين، انزلوا نزلهم وسلمهم لجعفر محمد نميري بعد ذاك. ما اعرف، لكن ما ان شاء الله يكون شكروك في اسمه الزهري عملي اسمه الغزافي. كويس؟ طيب سلم دي اللحظة اللي حصل الاعتقال، خطه جعفر محمد نميري جوه القصر محاصر. العسكري كان مسؤول من تأمين نميري تقريبا لغاية قريب حي أو لغاية الآن، يمكن عملوا معاه لقاء كم مرة في الإعلام. يقال إنه هاشم العطا يقال إنه كان بيقول لهم أضغطوا عليه، كان بيجوه بالمسدس، فالواحد منهم بيهبش راس نميري بالمسدس كده ويقول له لا انت شفت راسك الكبير ده، دقيقه بس خليك يجينا تعليمات، الله نصفيك هسي في انت. كانوا بيقولوا كده. والشغله جاطت واستلموا الخرطوم واذاعه بيانات، انا ما قادر افصل كثير، ولانه الحادثه طويله شديد بالمناسبه، وانه بدأوا يذيعوا البيان ويحشدوا في الشيوعيين عشان يأيدوا الحكومه دي في الشارع ويغشوا الناس ويستقبوا الناس. في الوقت ده في واحد من عهد نميري اسمه خالد حسن عباس، كثير من الجيل ده قد ما يعرفه، مواليد 39. خالد حسن عباس كان رئيس نادي المريخ، توفى قريب، ده كان لواء ووزير الدفاع. ده استطاع التسلل لغايه ما وصل لليبيا، ما تقبض، وصل لغايه ليبيا. كويس؟ عبر البر. وفي هناك قابل الغزافي، قال لما جيت داخل لقيت الغزافي والنائب بتاعه عبد السلام جلود كان قدامهم خريطه السودان، وكانوا بيدرسوا في انزال لواء مظلي داخل القصر الجمهوري، الهدف منه انقاذ جعفر نميري لانه كان في الخط الاشتراكي الشغال بين جمال عبد الناصر لا اللي هو في عهد هنايد اسمه السادات محمد انور السادات، لانه عبد الناصر مات سنه 70، نميري عمل الانقلاب 69، يعني ما عنده كثير حاجه. كويس؟ سنة 71 الانقلاب. طيب الغزافي وحمد انور السادات وجابر محمد نميري مثلث الاشتراكية على مستوى افريقيا، والشغل ده كان يعني ماشي بالنظام الاشتراكي وكده، فبيهمهم جعفر ده ينقذوه لانه بيحقق المشروعات المتفق عليها وكده، فاحسن ينقذوه. انقذوا جعفر محمد نميري، بيدرسوا ينقذوا. الحصل في الكلام ده يا سادة المجد الكرام بانه لما خلاص قالوا يحركوا القوة ويحركوا مقاتلات وغيره، الوقت ده هنا كان في قوات نجحوا في الاتصال مع قيادات كثيرة من الجيش، وتحركت حامية الهجانة. والهجانة دي بالمناسبة يعني اسم يعني بالمناسبة مرعب جدا، والما بيعرف الهجانة يراجع التاريخ. كويس؟ من زمان كان بيركبوا الخيول وكانوا هجين، الوقت داك بيخلطون مع القوات المصرية الانجليزية، لكن بقت وحدة براها قوية جدا من الفرق، أو تكاد تكون هي والصاقعة والمظلات من أقوى الفرق العسكرية في الـ اسمه شنو في القوات المسلحة. المهم اتحركت الهجانة بعد ذاك، وصلوا لغاية ما وصلوا، قالوا جعفر محمد نميري في لحظة تكلم مع العسكري، قال له يا أخي اسمع، لو قتلتني ما ظنيتك تستفيد حاجة، والضرب السامع ده الجيشي جو ينقذوني، فكني ولك الأمان، يقال كده. فقالوا فكوا. كويس؟ وفي روايه تسلل جعفر محمد نميري لما الاشتباك بيجي داخل الخرطوم، تسلل جعفر محمد نميري بمدخل الارضي في القصر الجمهوري لغايه ما طلع على الشارع، ويقال مرق بالجلابيه حتى في البرامج الوثائقيه، فقالوا مرق على الشارع. في روايه بتقول لقاه سيد خليفه، كويس، الفنان الله يرحمه. طبعا سيد خليفه كان مقدم في القوات المسلحه، يعني اعلن في نهايه خلاص بعد نزل من القوات المسلحه وتفرغ تماما للفن، فكان ضابط في القوات المسلحه. يقال انه هو اللي فتح باب العربيه قال لنميري تفضل. كويس؟ يقال بان نميري قال له يا اخي بعد ذاك انت انقذت حياتي، دايرني اساعدك بشنو؟ ففي مع يعني بعض الوثائق بتقول انه قال له ما تعدم محمد وردي، والوقت ده محمد وردي كان شنو؟ معتقل الوقت ده، واول زول غنى لنميري فارسنا وحارسنا ودراب مدارسنا، ده الشيوعيين كده طبعا، فهمت؟ بيصنعوا صنم ذاته خطير كله كله، فهمت؟ وبتوهوا الناس.
لما النماري مرق شويه كده بيجي عنده فكره براو مع القوميه العرب، بيجي يغني اعكس الغنيه يقول لها فارسنا لا حارسنا هدام مدارسنا. المشكله النماري الانقلاب ما نجح، المشكله انه الانقلاب ما نجح، فمساله مزعجه خلاص كانت بالنسبه له. الله يرحم ورده، الله يرحم سيد خليفه، الله يرحم نميري، كل الناس اللي ماتت كويس ربنا يتقبلها. فالمهم الغو استطاعت انها تنقذ جعفر محمد نميري، طلع في الانقلاب في البيان بيتكلم قال الانقلاب من اسمه عبد الخالق وهو لا يعرف الخالق، كان رجل مستفز خلاص. الحاجه اللي لفتت دائرة الفتكم ليه الفت نظر بعض الشباب ليها، لما انتشر خبر في القوات المسلحه بانه جعفر نميري قتل، وحتى بعد ذاك صححوا لهم المعلومه قال لهم لا ماسور، للان معلوماتنا ما قالت مات. فقال الجيش السوداني الوقت ذاك، الكلام ده 71 كويس، الجيش شويه بعافيه جدا، قال الجيش السوداني لما انضربت الكبسه يعني اللي هي الصفاره بتاعت الجيش دي لما انضربت، قال انه العساكر رموا اكياس الخدار هم في السوق وجارين طوال على المعسكر هناك، لما عرفوا انه جعفر محمد نميري الان ماسور، كان في ولاء مطلق لجعفر محمد نميري. العساكر ال 30 سنه بتاعت البشير الجيش ما كان عنده ولاء شديد للبشير، كان قياداته، لكن يعني افراده الضباط يعني الرتب الوسيطه ما للدرجه دي. ممكن يكون مؤتمر وطني معليش ده بتصنفه، لكن الزول العادي فين ما عنده تعصب. يلا نميري يعني كان فيه الكاريزما دي، ده ما بيعني انه هو ما قتل، ده ما بيعني انه هو ما ظلم، ده ما بيعني انه ما سفح في انت عشان ما يقول لك انت هنا. طيب الحاجه الغريبه انه كل الجيش اتجمع، يقال في لحظه واحده والجيش متجمع وخلاص، الشرقيه حاميه الشرقيه من القضارف متوجهه جايه على الخرطوم عشان تنقذ جعفر محمد نميري. يقال انه كان في كلمه بيقولوها العساكر المايويين ابهاتنا، انا ابوي كان حضرس كان رقيب الوقت ذاك تقريبا او عريف، قال كلمه، قال لي نميري كان عنده كلمه بيقولوا انني بجره كده زي الصادق المهندس يقول لك وهذا الكلام كده في امتى، فقال لي كان عنده الكلمه وانني دي بجره دايما يعني مشهور مثلا بالحاجه دي. قال لي يا اخي فجاه، ومجموعه من الناس اللي حضروا الاحداث دي ومجموعه من المؤرخين برضه انا استطلعت رايهم، عرفت انه في لحظه لما الراغي يعني على مستوى المعسكرات اعلنوا قالوا في بيان هام بعد قليل كويس، وهم لا يعلمون الامر تماما في الخرطوم، فدارين يمشوا الخرطوم بل ينقذوا نميري، قال البيان عاجل الان. فقال الناس ساكتين، قالوا اول كلمه سمعوها سمعوا وانني الكلمه دي، قال لما عرفوا ده جعفر محمد نميري قال اظن ما خلوا طايره في الجو، الرصاص ده بيضرب اظن للمس في انت. الناس دي كان يعني فيها عقيده بتاعت ان يا اخي جعفر محمد نميري ده مخلص او منقذ في انت، او على الاقل بيحسم الفوضى بتاعت الاحزاب، على الاقل يعني ما قاعد ياكلنا، ما قاعد يضربنا كمواطنين في قروش في انت كده، كان ده مفهوم الشعب له. بالمناسبه بيشوفوا الحياه فيها يعني اشبه بالترف رغم انه حصلت مجاعه في اخر العهد بتاعه وغيره، لكن المهم دي من الاحداث الحاصله كويس انا جبتها لك. المهم رجع نميري للسلطه واعلن اعدام الضباط، ويقال بانه فاروق حمدنا الله، عشان انا اكون امين في نقل المعلومه، يقال انه لما حكم على فاروق حمدنا الله بالاعدام يقال انه فتح الزراير بتاعت قميصه وقال لنميري شوف الرجال بيموتوا كيف، نحن اي جينا للموت. فيقال انه ده من الاحداث اللي اتسجلت الوقت ذاك، ومن الوقائع اللي يعني خلعت كثير من الناس يعني في اللحظات الاخيره دي. يعني صدام حسين لما انجمش على المشنقه يعني بثبات عجيب ما قال يعني حاجه، بل مشى لغايه ما اتشنق كويس، برضه الناس استغربوا الزول ده ما خاف ما كده ما كده هنا. المهم الحاجه الاخيره دار اختم بها في النقطه دي، اتذكر انه في قصر الضيافه حصلت المجزره التاريخيه لضباط فيهم جزء اسلاميين وجزء ما اسلاميين كويس، الحزب الشيوعي بتعليمات واضحه لكل كوادره داخل الاحزاب والمؤسسات العسكريه بتصفيه ضباط عددهم كذا 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 واسمائهم كذا. 23 ضابط قتلوا وكان يوم مشؤوم، واصيب الكثيرين، واحد الناس اللي نجوا من المذبحه دي بتلقوه في اليوتيوب وفي القنوات وعملوا معاه 100 مليون لقاء قبل كده، اتكلم قال حتى قال نحن يعني قال انا كنت مضروب واقع والناس مضروبين حولي، قال سمعنا وقع بتاع اقدام زول ضخم كده ماشي، فقال وقف قال للعسكري النازل اتاكدت منهم ماتوا كلهم، ده
ده ما زول، فهمت؟ ده قلبه لا يملك الرحمه البتة. قال لهم الناس زي ما لقيت ما في زول حي جثهم تاني، قال بالكلمه دي. فقال شال السلاح، يحس في ده نفس بيضربه رصاص، يحس في ده يديه طلقه في الراس، بقى شغال كده. قال انا لما جاء علي قال جمدت نفسي، ما عارف شك فيني ليه، فهمت؟ القلم بينبس فيه وتلقى بقول قطع بيقتلني الوسخ، فهمت كده؟ فقال خدت لي السلاح في راسي. شوف الحال كاتبه لك الله دي بتبقى، ما كاتبه لك ما بتبقى، كان انطبقت السماء والارض. الزول ده ميت السيده بالمنطق ميت. قال اخذت له السلاح في راسه، قال ده يضرب التيتي كما يضرب، محل تضغط تطلع الطلقه ده كويس التيتي كما يضرب. قال مش ضرب زول ثاني هناك ومرق فات. قال لكن العبره اللي انا مرقت بها في الفتره اللي خدت لها الماسوره دي في راسي وجرب التيتك وما نجح ولغايه قام مشى، دي كسر من السواد. قال انا شفت اعمالي كلها في الحياه وتذكرت اي حاجه انا سويتها، وتذكرت الصلاه اللي ما صليتها والحاجات الواجبات اللي ما سويتها كويس. دي كانت يمكن من النوادر بتاعت انقلاب 71. داير اوريك انه الشيوعيين جابوا زولهم جعفر نميري وانقلبوا عليه كويس، انهم تعاملوا بالغدر والتشفي مع خصومهم تصفياتهم. الانغاز جو بيجوا جبنه زيهم واسوا جو قتلوا وصفوا وفعلوا، خلاص بدل ما يصلحوا جو خربوا، لانه الاصلي ما جو عشان يصلحوا، فهمت؟ اذا دي الاحزاب السياسيه. ان احنا دارين من الحزب الشيوعي دارين منه وضوح، دارين منه شجاعه وجراه وامانه وصدق، يطلع ويحرك كده جنائيا عبر محامينه الموضوع بتاع 71 ده. النازل قتلهم منه، ما برضه قضايا ما بتسقط لك بالتقادم، هاي فهمت؟ المات 71 تجيبهم، الكتل الناس ضربت الجزيره ب 70 فهمت؟ في ناس حيين من الناس اللي كانوا حرشوا النمير انه يضرب الجزيره بقى. فهمت؟ وكانوا فيهم ضباط في الجيش عايشين لهم الليله، اتحاكموا برضه، فهمت؟ دي كلها جرائم يتحملها الحزب الشيوعي. عشان كده انا انت لانك في كثير من الناس بيحكوا بظاهر الناس بس بيشوف كده، يعني ده حزب ما نايمه، ما بكون عارف الشغله مدوره كيف، ولا بكون عارف الجوطه الحاصله. ما داير اكثر الكلام، جينا على النقطه الاخيره، مش كده؟ جينا على النقطه الاخيره امبارح وعدنا بها في البث المباشر، بانه في وثائق سربت، في وثائق إماراتية خطيرة جدا بتحكي عن أعرف لكن معلومات مزعجة. لغاية الآن ما اكتملت الوثائق تماما، أنا داير أجيبها دفعة واحدة، فضل فيها حاجة بسيطة جدا، لكن مثلا أذكر شيء من في الوثائق لأنه أنا وعدتها، والباقي إن شاء الله على جرعات من بكرة كده ولا قدام بإذن الله حيكون على جرعات. الوثائق بتتكلم يعني فيها وحدات قبل 17 يوم وفيها الليلة وأمس كويس، والوثائق بتتحدث يعني مثلا اتنبأت بخروج التقرير من مجلس الأمن اللي هو طلع السودان من الأربع دول اللي بتجند الأطفال قسريا كويس، واشاروا باسم قوات الدعم السريع باسم محمد حمدان دقلو، والكلام ده شفته الجلسه يمكن يعني ما في زول اظن قبل يومين، يعني الناس دي كلها تابع. طيب التقرير ده او الوثائق دي تنبأت بالحياه دي قبل ما تحصل، وتنبأت بحاجات بتحصل. طيب انا عندي سؤال هنا داير اقوله، وخلونا التحليل ده بكره وبعد بكره، انا حاذكر لك الكلام انت فسره كويس. يا اخوانا الملفات اللي قاعدين نقولها دي الان خطيره جدا، غتوا دي بحياتنا بالمناسبه، ولو والشيوعي اللي بيفتكر حاجه بسيطه خليه يطلع هو هسه في لايف يقولها، يكون قاعد في السودان شرطا معانا هنا ده يشوفنا ولا يشوفه ذاته، يقعد جنبينا يعمل لايف وانا اعمل لايف اشوفه ويشوفني، فهمت؟ نقعد الاثنين نعمل، انا بتكلم ويتكلم، عشان ما يقول لك احمد ضي ما قاعد يهاجم حميدتي، ولا ما قاعد يهاجم الدعم، ولا ما قاعد يهاجم الجيش، ولا العساكر، فهمت الكلام اللي بنقوله للعساكر انت بتقوله للزول اللي يعني هناك. طيب كده كثر المشاركات، اول حاجه كثر المشاركات، الشير اسفل الفيديو على يدكم اليمين، كثر الملصقات واللايكات، اللايك القلب والواو اللي ادعمه ديل اشد لايكات، بيحموا اللايف حمايه واضحه ومعروفين تماما. في سؤال انا داير اطرحه وانتم حللوه، هل في شخصيه كبيره معروفه، الشخصية دي حايمة حول المخابرات العالمية لتنفيذ أجندتها بشكل كبير،
والشخصية دي في ناس غيادين في الحرية والتغيير دايرين انها تطلع، اظن في ناس يكونوا حاسوا انه انا داير اقول منه. المهم بحسب ما ذكرت الوثائق، بحسب ما ذكرت الوثائق، ودي ولا 1% اصبر ساي جاي جاي كله، يتحدثوا عن تهريب او اختطاف تم لشخصية كبيرة معتقلة، والاعتقال بتاعها من عهد البشير، ما من الليلة ولا من امبارح ولا مع الثورة، قبل الكلام ده. هل صحيح بأنه تم تهريب هذه الشخصية على خلفية أن هذه التسريبات خطيرة البتة؟ أنا قلت لك إن شاء الله بكرة لو ما كبشونا أو اعتقلونا ودونا، إن شاء الله بكرة نشرب قهوة وأتونس معاكم وتتونسوا معي، نتحدثوا في الوثائق دي، نطلع باقي المعلومات المهمة شديد جدا. كويس، السيدي قلت لك 1%، حدث الوثائق على إنه في شخصية كبيرة هربت، وفي تكتم كبير جدا على الموضوع ده، لأنه ما صعوبة يعلنوه. لو حصل كلام زي ده إعلانه مستحيل، مستحيل في شيء أوريك، مستحيل، لأنه لو قالوا الزول ده فعلا يتهرب مننا، الكلام ده بيضربه معناه انتوا ضعاف، او معناه امنكم ضعيف، في انت ما بيقدروا يعلنوا الكلام. في اشياء سياسيه، في سؤال تاني، في نقطه تانيه، النقطه التانيه دي مهمه ايضا انه نقولها. هل في زول من المجلس السيادي، يعني من قادة المجلس السيادي، شخصية قايتو انتو ديل كويس اللي بيقول قول قول يا راكز، بكرة كان ودونا كوبرا حيك الله يجيب لي معاك ساندويتش كويس، ال 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 في حاجات انت بتقولها يعني على اي حال انا ما اعرف افصل، زي ما قلت خلونا بكرة وبعد بكرة ان شاء الله تكتمل الوثائق دي، هنتكلم عنها بما يشيب له الرأس. شخصية نافذة في المجلس السيادي بتتمتع بنفوذ كبير جدا. هل صحيح في الأيام اللي فاتت تعرضت لمحاولة اغتيال داخل البيت بسلاح أبيض سكين؟ قد يستغرب زول يقول لك ما يكون كلاش، بس لو دار تقتل زول كلاش بتشيله وين؟ كويس؟ الجيم بتشيله وين؟ أعوذ بالله من جرائم القتل. لكن عموما في معلومة بتتحدث من الوثائق دي ذاتها، وأنا قلت لك لما نجي أشرح معاك نقطة نقطة، وشوف الإمارات ديل ديل ناس، ناسك ديل. طيب الشخصية دي بسلاح أبيض، على خلفية أن هذه الشخصية في منزلة وفي الغصر وفي الغيادة، ما وضع الأجهزة زي الأجهزة في المطار وفي الدور الحساسة، اللي هو لما تيجي داخل لو شايل حديدة ولا شايل سكين ولا طلقة ولا أي حاجة في جيبك، الباب كيرينج كيرينج وديكورك في انت وتظهر بالشاشة مثلا. الشخصية دي ما عندها جهاز تحديدا، عندها جهاز تقريبا ضد الأسلحة النارية، أسلحة معينة في عربات برا. المهم طيب، هل صحيح إنه حتى السبب ذاته في الموضوع ده كان كلمة بتاعتي أنت ما داير تفيق زولنا ده يعني؟ لا أعرف. في معلومات كثيرة لو طلعت الناس قد تستغرب فيها. الدار يقبضنا يقبضنا، الوثائق موزعة الآن، اقبضونا، وثائق بتطلع كويس، ما تفتكروا غير كده. لسه انا ما مشيت في المعلومات اللي فيها، اسمعوا الكلام ده يتذكروه كويس، انا ما من المعلومات اللي فيها برضه فيها النقطة بتاعت القيادي البارز في الحرية والتغيير اللي قال جمال عمر هو المعاكلت لنا الاتفاق بتاع سيده، وطبعا نصر الدين عبد الباري ده، يعني الموضوع ده برضه الوثائق دي شملته بشكل خطير جدا. كويس، بعد ما اطرح ان شاء الله بعد ذاك
نصر الدين عبد الباري جاري لسيده، لكن للعداله في البلد هنا ما عنده. طبعا بيعتقد نفسه هسه كده هو رجل عظيم وشغال وكده، هو عباره عن بيدق بتحرك اجهزه محدده وبتقول له سوي وسوي وسوي، وسرعان ما تحرق للاسف. كويس. المهم في معلومات عن تسليح مؤخرا، في معلومات عن يا ما خليك انا هي ما زيد، لانه لو اتكلمنا اكتر في الموضوع ده في حاجات كتير جدا انا داير اتكلم معاكم فيها بالورقه والقلم والقهوه، داير اتكلم بالورقه والقلم ان شاء الله والقهوه. ان شاء الله انتظرونا بكره، وزي ما قلت لكم امس في اللايف بتاع امس، اذا لغايه بكره ما ظهرنا في اللايف او في منشوره وكده معناه القوم يتصرفوا معانا عبر الاعتقالات او عبر التصفيات كده. يزول يركز في النقطتين اللي ذكرناهم ديل ويحلل الكلام ده براحة في الراس ويربطه مع كثير من الاحداث الحاصلة. كويس. ويفكر فيه الرضخ الحرية والتغيير فجأة انها تطلق سراح الامين داوتشي فجأة، علاقة الكلام ده الان بما يحدث اقليميا شنو كده، يزول يحلل المعلومات دي بالراحة بالإضافة للتساؤلات الاثنين ديل، صيغة بطريقتك في العقل إن شاء الله لغاية بكرة. في معلومات أخطر من كده بكتير، ودي لا تعادل 1% لسه. كويس. تحياتي، وما عندنا عداء مع فرد ولا شخص ولا عداء مع مؤسسة، عداءنا مع الخطأ في حقوق الناس في حقوق البشر وفي غيره. كويس. أما حاجتك الشخصية أنا ما عندي بها دخل. انتظروا إن شاء الله لغاية بكرة. السلام عليكم.